طب احسن حال مقطع اليوم شباب راح استعرض عليكم قطار الشبح او القطار الشبح او القطار المخفي او ما ادري، المهم اي اسم انتم تبون تسمون فيه القطار براحتكم. اوكي، فزي ما قلت مقطع اليوم راح استعرض عليكم قطار الشبح، هذا الاسم اللي انا راح استخدمه. فزي ما شفتوا انتم في صورة المقطع فهذا اللي انا بستعرض عليكم اليوم. المهم ما ودي اطول معكم في الكلام، اذا عجبك المقطع لا تنسى تحط لايك وتشترك في القناه، اذا ما مشترك اتمنى قد صاحي اذا ما مشترك وخلونا نبدا. طبعا اذا انت لعبت لعبه ريد ديد ريدمشن 2، انا قلت صح إيه؟ لعبه ريد ديد ريدمشن 2 وختمت في اللعبه شوي، انا طبعا ما ادري يعني اذا القطار هذا راح تشوفه بعد يعني مده معينه في التختيم، يعني بعد مثلا بعد ما تختم مثلا الفصل الاول الفصل الثاني، انا صراحه ما ادري. لكن باختصار كل عليك بس انك تجي لما الموقع هذا اللي تشوفه عندك في الخريطه حاليا، فراح يكون قريب من مدينه رودز، فهنا مدينه رودز راح تمشي مع السكه حقت الحديد وراح تجي هنا بالضبط. اوكي، فلما تجي هنا راح تجي تقريبا الساعه واحدة كذا بالاوقات هذه، واحدة ثنتين كذا. طبعا تاكد اذا انت تبي تسوي اختبارات بالقطار، يعني مثلا تبي توقف قدامه، تبي ترمي متفجرات مثلا تشوف يصير شيء ولا لا، فهذا اللي انا بسويه اليوم. لكن اذا انت تبي تسويها بنفسك تاكد انك تحفظ اللعبه قبل ما تشوف القطار. ليش؟ لان على ما يبدو وفي كم خبر او كم شخص يقول الكلام هذا، يقول اذا انت شفت القطار ما راح يمديك تشوفه مره ثانيه، يعني مهما كان حتى لو رجعت المكان هذا او رجعت في نفس الوقت ما راح تشوف القطار مره ثانيه، فيعني زي ما تقول حدث يصير مره واحده. فتاكد انك تحفظ اللعبه قبل ما تشوف القطار. فانا ما حفظت اللعبه صراحه، لكن خلونا نروح للمستوري بعدين اروح سيف جيم بعدين بحفظ اللعبه هنا في مكان جديد بس عشان اقدر اميز بين التخزينات الثانيه. طيب لما تحفظ اللعبه اوكي اضغط ستارت تطلع برا، وكل عليك بس انك تنتظر عند سكه الحديد، تنتظر القطار لما يجي. طبعا خلونا ننتظر شوي، هو راح يجي على الوقت هذا تقريبا الساعه 1 2 كذا. برضو اتوقع انه لازم يكون الجو زي ما تقول ضباب وشي زي كذا بالضبط، فانا ما ادري صراحه اذا هو يعني دائم يجي يصير كذا او دائما يجي كذا، لكن باختصار تاكد انك تجي هنا في الوقت هذا، وكل عليك بس انك تنتظر لما تجي الساعه 1:50 2 كذا، يعني هو يجي في الاوقات هذه. فخلونا نشوف، خلونا ننتظر هنا. بوم اوه اوه، زي ما تشوفون يا شباب هذا هو القطار. وات، قطار صغير تشوفونه، شفتوا كيف يا شباب؟ جاء تقريبا على الساعة 3:15 تقريبا اي ام بالليل. واو اوكي، طيب انتم الحين شفتوا القطار، خلونا نجرب شيء ثاني، خلونا نرمي. انا المشكلة ما معي متفجرات، ما معي داينامايت للاسف، لكن خلونا نرمي مثلا نار او شيء زي كذا. دقيقة اوكي، طيب اذا انت حفظت اللعبة تبي تجرب اشياء اضغط ستارت، روح لما ستوري بعدين روح لما لود جيم، وروح لما التخزين اللي انت سويتها. اتوقع ان هذه التخزينة صح؟ اي تخزين هي بالضبط؟ شو اسمه؟ هيز مرسيز اوف نولج. اوكي طيب خلونا نرسمن على السريع ونجي لما المكان هذا. طبعا يا شباب زي ما تشوفون الوقت عندكم 3:19 دقيقة او ثانية. طبعا يا شباب للأسف على ما يبدو ان القطار ما راح يرسمن مرة ثانية اذا انت شفته، فاذا انت شفته لاول مره خلاص ما راح يمديك تشوفه مره ثانيه حتى لو حفظت اللعبه. فهذا شيء صراحه مؤسف، انا ما يعني ما توقعت الشيء هذا، لانه زي ما تشوفون قبل شوي هو رسما على 3:15 اي ام، فالحين تقريبا كم؟ 3:42. فصراحه شيء مؤسف، يعني انا ما ادري ليش ما راح يرسبه مره ثانيه، لكن هذا على ما يبدو الشيء اللي راح يصير معك اذا انت شفته لاول مره. فاتمنى من كل واحد منكم اللي ما جرب انه يشوف القطار او انه ما جاء هنا وشاف القطار، اتمنى انه يجرب اشياء كثيره. يعني مو بيجرب اشياء كثيره، انت ما راح يمديك تجرب اشياء كثيره، يمديك تجرب شيء واحد على الاقل، يعني هذا اللي انت تقدر عليه. اتمنى كل واحد منكم يجرب يعني شيء مختلف، مثلا واحد منكم يرمي مولوتوف مثلا.
اوكي، يعني يرمي مولوتوف على القطار يشوف ايش يصير. واحد منكم مثلا يحط داينامايت يفجر يشوف ايش يصير للقطار. واحد منكم مثلا يحاول يركب على القطار او يوقف قدام القطار. يعني جربوا اشياء مختلفة وعلموني تحت في التعليقات وش الاشياء اللي انتم سويتوها وهل تغير شيء ولا لا. فعلموني كل شيء تحت في التعليقات. طبعا يا شباب وصلنا لنهاية مقطع اليوم، اتمنى ان المقطع عجبكم واتمنى انكم يعني تشوفون القطار هذا بنفسكم. طبعا كالعادة لا تنسوا تحطون لايك، تشتركون في القناة إذا انتم مشتركين، ونشوفكم بعدين. سلام.